مريم أكيد. فارس بتزعجيها؟ سألها؟ أو هي بتزعجك؟ لا ما بتزعجني. ليه همشتيها؟ بشو؟ يعني قلتي آخر حدا عمل فوازير شريهان ونلي، والغيتي فوازير مريم فارس. لا الفكرة لما سألوني إذا أنا بحب أقدم فوازير وانعرض علي هذا الأمر واعتذرت عنه، لأنه أنا برأيي إنه أنا الفوازير وقفت بعصر نلي وشريهان، وبلس إنه عصر الفيديو كليب اليوم والإبهار اللي بنشوفه بالكليبات والفنانات اللي بنطلع منغير كذا فستان وكذا لوك، ما بقى فيه إبهار للمشاهد الفوازير مثل ما اليوم الكليبات خلص عين وانشبعت للناس. ايام ما شريهان كانوا ينطروها مين ملبسها شو طالعه عامله لوك. حضرت فوازير ريان فارس او لا؟ حضرت شوي. مش شو رايك فيهم؟ كتير حلوين وكان فيهم تعب وشغل. بالعكس انا قلت بدليل انه اللي قدمته مريم اللي كان فيه تعب ورقص، واكثر حدا بحسه بالاستعراض وهيك كتير كان لبق له هذا الشيء. حضرت فوازير نيكول طعمه؟ لا ما حضرته.